العاصمة القطرية الدوحة كانت محطة إنذار عالمية باتجاه العالم الحضري الاقتصادي، تمثل في الاجتماع الأول من نوعه في 15 عاما بين كبار منتجي الداخل منظمة أوبك وصاروخها. هذا التوصل إلى اتفاق لتوفير إنتاج قديم في أسعار النفط العالمي والتي تعرف انخفاضا حادا منذ منتصف عام 2014. ورغم التفاؤل الذي بدا واضحا من خلال تصريحات المشاركين، إلا أن تأثر بلاد الاجتماع لأكثر ساعة من أفضل الرسمي طرح الكثير من الاستفهامات أظهر مدى حجم الخلافات الموجودة بين الدول المشاركة، خاصة المجلس السعودية والإيران. الدولة المغاربة الحاضرة والتي لم تشارك في الاجتماع وترفض تثبيت مستوى الإنتاج النفطي قبل أن ترفعه من نحو 3 ملايين برميل يوميا في الوقت الواحد إلى ما كان عليه قبل العقوبات الغربية، أي بنحو 4 ملايين برميل يوميا. اليوم هي الأخرى أكدت على لسان الولي ولي عهدها أنها لم تثبت إنتاجها حتى تتجمد في الدول الأخرى. هذا التباين في المواقف بدا واضحا بعد إصدار الخطة الثانية المحددة للاجتماع، نصت على ضرورة مشاركة جميع الدول الأوبك في الاتفاق المقرر التوصل إليه. ومن المتوقع أن تتفق الدول الأخرى الأخرى المشاركة في اجتماع الدوحة مبدئيا على الإقصاء على مستوى الإنتاج اليومي للنفط عند مستويات من أجل تقليل الأزمة في سوق النفط العالمية واستعادة التوازن المفقود. ويبقى هذا التجديد ساريا تسعير إلى غاية أول أكتوبر